السلام عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ربي يعني معكم واحد الكيكه اقتصاديه وزوينه. ما تديوش على الزواق، يعني الزواق اللي عندكم في الدار غتحضروه بجوج بيضات، تحضروا احسن كيكه والبنه ولا اروع. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارك الله عليكم. بسم الله على بركة الله. عندي هنا ثلاثة الكيسان ديال الطحين، عندي هنا جوج خمارات ديال 8 غرام، عندي فاني وحدة، عندي هنايا كاس لارب ديال الحليب، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحامض، كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الماء، وجوج بيضات. ندوز ان شاء الله باش نخلطوا كيكة ديالنا. هانتوما خوتي، عملت هنا جوج بيضات، قبصة ديال الملحة وكاس ديال السنيدة، ودابا غادي نخلط الكل. صافي خوتي، حتى كيولي لينا الخليط ديالنا هكا، ديك السنيده كتذوب مزيان، كيولي لينا الشكل ديالنا هكا ديال الخليط هكا مرغوي مزيان. دابا غادي نبقى نضيف الزيت بشويه بشويه. هانتوما نسيت ما قلت لكمش، ضروري قشور ديال الليمونه محكوكين، هما اللي عيعطونا واحد النكهه زوينه لهاد الكيكه. نضيف هاد نص كاس ديال الليمون، نضيف سميتو الكاس ديال هذا ديال الحليب، نص كاس ديال الماء، نضيف هاد الساشيه ديال الفاني اختياريه، يعني عندنا الحامض راه كافي بلا ما نزيدو لا فاني لا والو، انا بغيت نزيدها. تبع نخلط كلشي عاد نرجع نعمل هذا الطحين. دابا خوتي غنبقى نضيف هكايا الطحين بشويه بشويه. قلت لكم عندي هنايا ثلاثه الكيسان، شوف القوام ديالها واش غيجيني هو هذاك. ثم نعمل هاد جوج صاشيات ديال الخميره. ثم دابا من بعد ما خليت الكيكه ديالي، دهنت المول هكايا بالزبده، عملت له كاريطي ديال الزبده في القاع ديالو، وعندي الفران ديالي سخون غندخلها نشعل عليها من التحت تطلع ليا مزيان، هبطها تنشعل عليها من الفوق وتاخذ اللون، تلقاو ان شاء الله في شكل نهائي. نسيت ما قلت لكمش، راه دخلت انا ثلاثه الكيسان نيشان ديال الطحين، جاوني هما هادوك. ها انا ما كتعجبنيش الكيكه تكون العجينه ديالها هكايا، الخليط ديالها يكون قاصح، من احسن تتبقى خفيفه باش كتجي مهويه وزوينه. هانتوما الكيكه ديالي من بعد ما كنجبدها من الفران، تبارك الله وصل عندي. هانتوما كيفاش كتجي محمره، هانتوما ورطبه، شوف بحال البونجه ما شاء الله. دابا غندوز نسوقها نتلاقى معاكم. هانتوما من بعد الكيكه ديالي كتبرد، جيت عندي شويه ديال الكريمه في الدار، قلت علاش ما نطلعهاش نقيها ليها، يمكن لكم تعملوا عليها عي هذا عي الكوفيتير، ترشوا عليها شويه الكوك، المهم اللي موجود عندكم في الدار. انا هاد الكريمه غنضيف عليها هاد الدانون ديال هذا الياغورت ديال الفاني. هانتوما كيعطي واحد النكهه خاصه الصراحه، وندخلوا فيها مزيان هكا. هانتوما من بعد ما دخلت الياغورت في كريمه، دابا غندوز باش نسوق الكيكه ديالي. هذا واش كان نهائي اخوتي ديال الكيكه ديالي بعد ما وجدت. انا قلت لكم يمكن لكم تعملوا عليها عي كوفيتير، الكوكو اللي عندكم في الدار، انا هادشي عندي موجود في الدار، ما مشيتش يعني جبتو ولا هذا. انتوما شفتوني عملت شويه الكريمه مع هذا الدانون ديال الفاني. انا غنشوف لكم دابا كيفاش جات من الداخل. بسم الله. انتوما كتجيب ديك اللوغو ديال الحامض غزاله، انتوما تبارك الله كتجي فنه وخفيفه، انتوما كتجي خفيفه زوينه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وعافاكم، ما تنساوش لايك، بارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم، وكنشكر الناس كاع اللي تابونوا عندي في القناه. هانتوما كيفاش كتجي من الداخل بديك النكهه ديال الحامض، كتجي غزاله، والزواق لكم الاختيار اللي عندكم موجود في داركم يمكن لكم تعملوه. هانتوما خفيفه وزوينه. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، وانا نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنساوش عفاكم تعملوا لايك
وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.